لما واحد يوقفني اكون انا كده لابس جاكيت وماشي، واحد يوقفني ويقول لي والله جاكيتك حلو، ايه والله الله يحلى ايامك حلو، ببلش انا هنا اعجق بالجاكيت. إيه بده يصير يقول لي منين جبته والله كذا وهيك. والحلو في الموضوع انه لو طلب مني يقيسه لسه يقول لي والله لو سمحت بدي اشتري زيه، لو سمحت ممكن هقيسه اشوفه. خلينا نتابع حبايبنا في هذه الحلقه، اهلا وسهلا بكم، رسحوا له الجاكيت. سلامات. مرحبا خالي، علينا يعطيك العافيه. سلامات، شو اخبارك؟ يرضى عليك. منين شاري جاكيته؟ ليش؟ حلو والله، شي واحد زيه؟ ايه باخذك علي. من وين؟ من السياج. وين فاتح هذا؟ هذا في مجمع الرشيد. بس حلو والله، قديش اخذته؟ الشحن قدام. هات اجرب اقيسه بس. انا من هون شريته. اطفال هذا. بس هذا بتعطيك كفاله علي، بقول لك ايش بوفر، بصير في اجره زباليه. زبونه بيناه؟ لا للكل يعني، مش بس يعني. دور مين حضرتك خير؟ اطرح اسمي. حياك الله. تعرفه؟ ايوه 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 عيلام. والله ما بتعرفه. لا والله. اللي اخذت منه اغراضي اخذت منه اغراضي. شو اخذت؟ شو اخذت؟ اغراضي. هويتك وين؟ تلفوني. هويتك لاني هون. اللي بقول لك جوكيتي انا من هون. بقول انا اخذت من عند هذا شو اسمه رخيص، عن 30 شيك مش هالشيء. لا بقول لك تعال صرف فيك، فكرته بيعرف. بنجيب يا عم، هاي في كاميرا. ايه هش هدول شكلهم انتبهوا. هدول شكلهم معك. شو شكلهم معه؟ بطلع شايفه ولا ايش؟ والله يا حرام احنا ما ضحكت، ضحك علينا. ايش بدك تسوي؟ طيب هون جبت شو بسوي؟ والله ايش بدك تسوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وين انت؟ وين انت؟ هذا هو. خلص ولا شيء ولا شيء. كل سنه وانت سالم. مش انا. جزاك الله. كل عام وانت بخير. انت بخير. حبينا نبسطك براس هالسنه الحلوه، ازيك؟ وان شاء الله سنه سعيده وتضل هالبصله على وجهك طول السنه. الله يسعدك. وتتابعنا في رمضان ان شاء الله بمقلب على المشي. بدك ياجي فيها؟ احسن الامر. قارن لك كمان شوي. هاي طارق كنت ناوي على العلاقة. يلا باي. هاي سيف اللي كنت معه انت. معه. لا يا حوالا معه. طب كيف بدك تجيبني؟ بجيب ابو اللي خلفه. لا ايه طب كيف بدك تجيبني؟ ناوي اسوي ايه؟ ناوي اجيب طيارة الف كل مدينة خليها ادور عليك. يعطيك العافية. شو اخبارك؟ حبيبي. كيف انت؟ سلامات. منين شريت جوكيتا؟ كنت كعبود. وين هذا فاتح؟ قديش اخذته؟ 90. 90؟ هذا شو قماشته؟ كتان بيجي ولا شو هو؟ لا كتان. والله بدي اشتري جوكيت، انا جوكيتك عجبني. عم وين فاتح هذا بوتيك عبود؟ اول دخله على الشمال على دوار المنار، اول دوار. كيف على اللبس؟ حلو ومريح ولا دفي وكله فليز من جوا ولا بس هذا؟ لا بدي اجرب اقيسه اشوف. بدي اروح على المساعد. اجرب اقيسه دقيقتي اللي بعطيك اياه. بدي اجرب اقيسه دقيقتين وبعطيك اياه. مستعجل انا قدامك يا زلمه، بدي اجرب اقيسه قبل ما اروح اروح اعجب على الزلمه هذا. بدي اجرب اقيسه، اذا عجبني بنروح بنقول له انه انت جبت لنا اياه. حياك الله. الله يحييك. شو اسمك عشان اقول له انه انت بعثت؟ سامي الشيخ. سامي الشيخ يعني انت زبونه؟ والله دي جمع اوعيك. حلو عبيد.
كويس حلو. جرب صوتنا اشوف كيف. حلو عليك. حلو يلا صور. بيعرفك ايش هو ولا انا اللي بداش لزجوكيتا. انا بداش لزجوكيتا. طيب شو رايك نروح نشتري انا وياك؟ انا ما بديش جوكيت. بعرفوش انا والله. ما بتعرفوه امانة الله. بعوضك الله. بتعرفش انت؟ انا والله ما بعرف شو في الجوكيت هذا. الا بقول اذا اشتري زي عليشة. انا بعرفها منك عليشة. انا بعرفها منك. بعرفها منك. تعرفها مني؟ اه. ليش يا حبيبي؟ مش انت معاه؟ لا يا عم والله لا بعرف ولا بعرف. رن علي. وين اخذ علي بعرف وش بقول؟ زاطنا على دوار ابو غوش. لا بقول له شو اسمه؟ لا بقول له اشوف جوكيتك بدي البس. ما شاء الله. بعرفش انا هون شفته. خليك شوي. شو بدك فيي انا داغو؟ مستعجل انا؟ وين تروح معي؟ وين ما بدك. اخذ الجوكيت. مش عشان الجاكيت. بس ده اشوف انا وهو عشان هيك بس مش اكثر. يا سيدي الجاكيت مش عبالي. يا سيدي انت مالكش عندي. انا بقول لك انت بتجيب صاحبك. انا بجيب الصاحب من الصاحب لانه انا ما بعرف على انت بتعرفه ابو صاحب. بعرفوش انا. كل الناس بتعرفني في البلد يا حبيبي. طيب وانا كل هاي الزلمه سلم عليها اتعذب لي فيه. انا ما بعرفه. ما لك عندي. نزل ايدك عني. هاي بورجي كانت تاني. ها بدنا عن بدك اياه. اه بغينا عن بدي اياه. ايش مش مشكلة عشان يجيب صاحبه. ايوه هذا هو يا شباب. يا شباب هذا هو. انا بدور عليه. هذا هو جاكيته. لا لا خلص عم عملت كذا. هذه الكاميرا الخفية يا زلمة. لا يا انا هلا كنا نحكي على الكاميرا بوي. يعطيك العافية حاج. سلامات. شو أخبارك؟ من شو جوكيتا؟ والله ما بعرف. زمان اشتريت. قبل قديش يعني؟ قبل سنة. صلاة حلو. قديش أخذته؟ تسألني والله ما بعرف. أبوي اشترى لي. أنا من هون شريت جوكيتا. بس حلو. 100% أكيد من الخليج. دافي بس حلو. شو بجانا بقيته؟ كيف بيجي على اللبس؟ حلو يا عبي. حلو يا خيالي صح. انا من هون شريت. بدفي كمان هذا الكيس. هذا 30 شيك. هذا من هون اخذته. هذا يمكن بحدود ال 100 150 شيك. بده والله. والله بده. ساعة والله يا عم الواحد لازم يدفي. لازم اشتري جوكيت. انا اذا جوكيت اليوم فعجبني جوكيت الشاب. انا يو صعب المحل اشتريت من عنده الجوكيت. كيف؟ ألف زين. كل صبر من صبر أشوف كيف. تعال وقف هون. خراب فيه يعني ولا؟ تعرفوش أنا. توقيع شراء من جاكيت. ما حكيت لك. متأخذناش. واحكي على الكاميرا بابا. انا كبرت مره غير. بتفوت المجمع. تفوت المجمع هي تحت في الطابق. ديف جوكيت يعني من الخليل من هون. اه من هون. قديش اخذته؟ 150. والله ولا شيء. كيف على اللبس حلو؟ آه. كيف علي بيجي؟ لابس قميص لحاله يعني طلعكم شايف انا لابس. هذا جرب اقيسه. اسلم ايديك. استعجل انا هي هناك. اجرب اقيسه وبعصب على شيء تروح على الزلمه. اعطيني بس اجرب اقيسه. استعجل اسمع انا والله العظيم ماني شيء. رد انا عندك يعني. مستعجل انا والله. طيب مو دقيقتين كلها. قلت لك مستعجل. دقيقتين. يا اخي مش كثير جرب اقيسه. خليني اجرب اقيسه. اي اسمع خليني اجرب. ليش خايف يعني؟ بس خوش انا. اعطيني اجرب اقيسه. شو بدك تجرب؟ دقيقتين بقول لك. والله بدي اشوف كيف على اللبس. بدي اشوف واحد اعمل خير يا زلمه. بديش اعمل خير. شو خاصك انت؟ بس اعمل خير. انا مش اعمل خير. بعمل خير. نفسه في جوكيت. لا يا زلمه ولا مره. انت مسلم. نفسه في جوكيت زيه. حرام يا عم انزل اشتري. بس حرام عليك يا زلمه. اخسر روح من هناك. مشيش معي. امشي. بس اعطينا ايسو. اعطينا ايسو. بديش هذيك ايسو. اعطينا ايسو جوكيت.
طب اسمع تعال تعال بدي احكي معك كلمتين. تفضل. احكي معك كلمتين. تفضل. ليش معصب؟ شو خاصة؟ طيب انت شو بدك هلا؟ ليش جوكيت؟ بديش اعطيك ايس جوكيت، بدك شيء ثاني. بس خلص. بس لا مش الليلة الليلة. اخر كلام. اخر كلام. بنامش الليلة. طب اسمع. تطلع هوني. بديش اطلع. لا والله لا تطلع. يا اخي بديش اطلع. والله لا تطلع. يا اخي بديش اطلع. ايوه ايوه. يا عم امشي اطلع. بتطلع. يا عم امشي اطلع. ايوه شفته. ماشي. عم يقول عم انت بخير. بس انت عصبت زيادة شوي. والله. منجد الإيمان. منجد الإيمان. حظك الله يسعدك. حظك الله يسعدك. حظك الله يسعدك. صورني صورة عبد اشوف كيف فيه. شو هاي تصرفي الجاكيتات العيلة من انتوا قاعدين؟ حبيبي خلاص تعال وانت بعد نظبط الستايل وانت فاهم صورنا عم بتصورة انا وياك انا وياك انا لحالي شو ما بدي دز دز هيك يلا قوية فيها طيب ليش تعطي اياها الجوكيت يعني حتى لو حكي لك كلام ليش تعطي اياها الجوكيت شايف كيف تتحملون علي في كل البلد والله ما باكل جاكيتات اجرب اقيسه بس قدامك هون اشوف كيف على اللبس والله بدي اجرب اقيسه اشوف كيف صح هاي هذا بيعرفني سلامات على ربيع يعني بدي اجرب اقيسه بس سلامات بقول له بدي اجرب اقيسه شو زيه تعرف كل البنين بقى خايف مني اسر اعطينا اجرب اقيسه طيب اعطيك حرام معوش اشتي واحد زيه خليه يصور في والله نزلها على الفيس السنه الجديده بتطلع منور والله صور والله اه صورني يا ربيع اتصور يا لك يا منجد بجاكيت جديد اسمع مع جيب الرنج هيك تصور يا مولاني يا لك صح لك ما صح لك اوي طور طور دي عشوائي طور صغير منجد لا عالي هيك اخذت هويتها اه معاك تعوض الله شو بدك تسوي يا اطعم الله اشتي واحده زيها سلام الله احسن مبروك الجاكيت يا عمي سنه جديده ان شاء الله عليك وتضلك طول 2017 وانت بتضحك فيك الله يسعدك اروح في جاكيت خاطره